الضمائر، ضمائر المتكلم، هي ضمائر تدل على الشخص المتكلم أو مجموعة من المتكلمين، وتسمى ضمائر المتكلم، وهي أنا ونحن. لما أحب أتكلم عن نفسي وأعبر عن نفسي، أو مجموعة من الأشخاص تحب إنها تتكلم عن نفسها وتعبر عن نفسها، بتستخدم ضمائر المتكلم. مثال: أنا أمشي، وعندنا صورة بنت واحدة للمفرد المؤنث. نحن نمشي للمثنى المؤنث، لأن عندي صورة بنتين فتاتين، والمثنى بزود دايما في آخر الكلمة ألف ونون. نحن نمشي مجموعة من البنات، إذن هو جمع مؤنث. أنا ألعب، عندي صورة ولد واحد بس للمفرد المذكر. نحن نلعب للمثنى المذكر، عندي صورة ولدان. نحن نلعب مجموعة من الأولاد جمع مذكر. يبقى مما سبق نستنتج أن الضمير أنا يدل على المتكلم المفرد المؤنث أو المذكر، والضمير نحن يدل على المتكلمين المثنى والجمع المؤنث والمذكر. ببساطة شديدة، لو بنت واحدة أو ولد واحد، يعني مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، حابين يتكلموا ويعبروا عن نفسهم، بيستخدموا أنا. أنا ألعب، أنا أمشي، أنا أحب وطني، أنا ولد نشيط، أنا بنت نشيطة. طيب لو كان ولدين أو بنتين، مثنى مذكر أو مؤنث، ويحبوا يعبروا عن نفسهم، بيستخدموا نحن. نحن فتاتان جميلتان، نحن ولدان نشيطان. وكمان نحن بتيجي للجمع، جمع المذكر أو جمع المؤنث، أقول نحن طلاب مجتهدون، نحن طالبات مجتهدات. ضمائر المخاطب هي الضمائر التي تدل على الشخص الذي نكلمه أو نتحدث إليه أو نخاطبه، وهي أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. ضمائر المخاطب هنا هستخدمها لما أكون بوجه كلامي لشخص أو بتحدث إلى شخص بيكون أمامي، فما أجي أحب أكلمه أوجه له هو الكلام، مش هتكلم عن نفسي خلي بالك زي المتكلم، لا، أنا هنا هتكلم بس هوجه كلامي لشخص وهخاطب شخص. فلو أنا هتكلم عن المفرد المذكر وهخاطب مفرد مذكر، يعني ولد واحد بس، نقول أنت مريض. طب لو أنا هخاطب بنت واحدة بس، هقول إيه؟ أنت مريضة للمفرد المؤنث. نخلي بالنا إن أنت وأنت إملائيا زي بعض بالظبط، بفرق بينهم من خلال التشكيل. التشكيل مهم جدا. المفرد المذكر أنت، التاء عليها فتحة، لكن المفرد المؤنث أنت، التاء تحتيها كسرة. طب المثنى المذكر لو هخاطب ولدان اثنان، هقول ايه؟ انتما، انتما صديقان. طب المثنى المؤنث، نقول انتما صديقتان. يبقى المثنى واحد، سواء هتكلم او هخاطب مثنى مؤنث بنتان او ولدان مثنى مذكر، هستخدم انتما. طب جمع المذكر نقول ايه؟ انتم، انتم اطباء. طب جمع المؤنث نقول أنتن، أنتن طبيبات. مما سبق نستنتج أن أنت ضمير يدل على المخاطب المفرد المذكر، أنت ضمير يدل على المخاطب المفرد المؤنث، أنتما ضمير يدل على المثنى المذكر أو المؤنث، أنتم ضمير يدل على جماعة المخاطبين المذكر، أنتن ضمير يدل على جماعة المخاطبين المؤنث. يبقى الفرق بين ضمائر المتكلم والمخاطب، نركز إن المتكلم بتكلم عن نفسي وعبر عن نفسي، لكن المخاطب أنا بوجه كلامي لشخص وبخاطب شخص، بوجه كلامي لشخص وبخاطب شخص وبيكون أمامي. ضمائر الغائب هي الضمائر التي تدل على الشخص الذي نتحدث عنه فهو غير موجود أمامنا، أي هو غائب عنا في لحظة الحديث، وهي هو،
هي هما هم هن. ضمائر الغائب بستخدمها لما أكون عايزة أتحدث أو أتكلم عن شخص معين أو مجموعة من الأشخاص بس غايبين، مش موجودين في لحظة كلامي عنهم، مش واقفين أمامي زي ضمائر المخاطب وعمالة أوجه لهم الكلام. أنا بتكلم عنهم وهم إيه؟ غايبين، مش موجودين في لحظة التحدث عنهم. مثال: هو يعمل. هو ضمير للغائب للمفرد المذكر. هي تعمل، ضمير غائب للمفرد المؤنث. هما يأكلان، ضمير غائب للمثنى المذكر. عندي صورة ولدين هم. هما تدرسان، ضمير غائب للمثنى المؤنث، وقلت المثنى يعني اثنان، مؤنث يعني بنت. هم يلعبون يستخدم لجمع المذكر، الجمع ولكن للمذكر، جمع الأولاد، عندي مجموعة من الأولاد بتلعب. هن يركضن، ضمير غائب ولكن لجمع المؤنث، جمع البنات. يبقى مما سبق نستنتج أن هو ضمير يدل على الغائب المفرد المذكر، هي ضمير يدل على الغائب المفرد المؤنث، هما ضمير يدل على الغائب المثنى المؤنث أو المذكر، هم يدل على جماعة الغائبين المذكر، هن يدل على جماعة الغائبين المؤنث. يبقى الضمائر هي وسيلة بستخدمها عشان أعرف أتحدث وأتكلم. فعندي 3 أقسام للضمائر: ضمائر متكلم بستخدمها عشان أعرف أتكلم بيها عن نفسي وأعبر عن نفسي، وهي أنا ونحن. ضمائر المخاطب، وهنا بستخدمها عشان أوجه كلام الشخص أو أخاطب مجموعة من الأشخاص، وهي أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن. ضمائر الغائب بستخدمها لما أكون عايزة أتحدث عن شخص غائب وغير موجود في لحظة تحدثي وكلامي عنه. ضمائر المتكلم أنا ونحن كنا، نذاكر ضمائر المخاطب وهن أنت أنت أنتما أنتم أنتن، والغائب هو هي هما وهم وهن. ضمائر المتكلم أنا ونحن كنا، نذاكر ضمائر المخاطب وهن أنت أنت أنتما أنتم أنتن، والغائب هو هي هما وهم وهن. أنا جندي شجاع يرتدي الوطن، وأنت تجيد عملا مؤمن كيس فطن. الضمائر الضمائر.